الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اشتريت لي قطعة أرض أريد منها الاستفادة، يقول: وقد كانت بعيدة عن العمران، واشتريتها بمبلغ 250,000 ريال، يقول: الآن نقص منها قيمة 100,000 ريال، يقول: لا أريد أن أبيعها الآن وفي نية البيع، ولكن فيما بعد إذا ارتفع السعر أو أتاني ربح فيها أو اكتمل حولها العمران، يقول: بنيتها استراحة لي ولأبنائي. السؤال: كيف أخرج زكاتها وأنا لا أعرف قيمتها السوقية، وكل واحد من مكاتب العقار يعطيني سعرا غير الآخر، وهل أزكي كل سنة أم أزكيها حين بيعها فقط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات يشترط لانعقادها وصحتها ولزومها النية المجزوم بها، لا النية المترددة أو النية المشكوك فيها، فلا بد من نية مجزوم بها تعلق بها هذه العبادة. فإذا كان ثمن الأرض عندك قد نقص وأنت تريد بيعها، ولكنك متردد في البيع في هذه الآونة بسبب انكسار ثمنها، وأنت تعزم على بيعها فيما بعد إذا ارتفع سعرها أو جاء حولها البنيان، فهذه نية مترددة في البيع أو الإبقاء غير مجزوم بها، فلا تجب عليك زكاتها في هذه الحالة، لأنك في هذه الحالة الراهنة لا تجزم ببيعها ولا تريد أن تبيعها جزماً مقطوعاً به، وإنما لا تزال في دائرة المتردد هل تبيعها مع انكسار ثمنها أو أنك تنتظر بها حتى يقترب حولها العمران فيرتفع سعرها، وهكذا. فإذا أنت متردد ولم تجزم بشيء، فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن هذه النية لا توجب عليك الزكاة في هذه الأرض، فلا زكاة عليك فيها إلا إذا عزمت يوما من الأيام عزيمة صادقة على بيعها، وتكون النية مجزوما بها غير مترددة. فمتى ما عزمت هذه العزيمة الصادقة وحال الحول عليها، أقصد الحول على هذه العزيمة بمعنى أنه مضى عليك سنة ولا تزال عزيمتك في قلبك قائمة، فإن الواجب عليك أن تقيم الأرض وتخرج منها ربع العشر، فتقسم كامل مبلغها على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب عليك، فهو ربع العسر الواجب عليك. ويكفيك في معرفة تقييمها سؤال أهل الخبرة، سؤال أهل الخبرة إما عند المكاتب العقارية أو غيرها، فإن اتفق تقييمهم فالحمد لله، وإن اختلف تقييمهم فتأخذ بأوسطها، تأخذ بالوسط منها. فإذا قيمها أحدهم 100,000 ريال وقيمها الآخر 130,000 ريال وقيمها الآخر 120، فتأخذ القيمة الوسطى، وهذا يكفيك وتبرأ به ذمتك. ولكن هذا الكلام لا يقال إلا إذا كانت النية التي عندك هي النية المجزوم بها، ونيتك الآن نية مترددة، فأرى أنه لا زكاة عليك في هذه الآونة حتى تعزم عزيمة صادقة غير مترددة على أن تبيعها، والله أعلم.